يا جماعة، زين، في فيديو نشرته برضاها وبكامل موافقتها هناد الكندري لما كانت واقفة في أحد المواقف في إحدى يظهر يمكن جمعيات أو مكان، أعتقد شيء، أعتقد إنها جمعية، قاعدة بسيارة تريلها ورايها نازل كنه يبي يحول فلوس، واقفة في مواقف المعاقين وقاعد تصور لايف. فهي مصور، هي ناشرتها، ما حدش نشر لها حاجة، ماشي؟ يعني مو شيء شخصي، هذا اسمه نقد مباح. عاد والله انا سعيده ان في ناس عرفوا ايش النقد المباح. اوكي، انت شيء نشرته تتحمل التعليقات بحدود اللياقه والادب والاحترام. يعني اول شيء اعتقد ان من الخطا ان الانسان يوقف في كلها، ترى في الجمعية أو في أي موقف، ترى في أربع مواقف حق ذوي الاحتياجات الخاصة، حق ذوي الإعاقة، الله شافي كل الجميع الإعاقة، سواء من هو يعني حتى النساء الكبار بالسن. يعني أنا بسأل سؤال، أول شيء هي سيارة زوجها، زين، يعني هل يعقل؟ والله أنا اعترفت ذاك اليوم، قلت باللبس، وأرد أقولها، أقولها أنا مرة في حياتي، والله حتى موجودة في ملفي إثبات في المرور، في ملفي في المرور، عشان لا أحد يقول أنا قاعد أدعي، موجود. إذا قاعد يقول لي كذابة باكر أطلع حد، وعلى وش أكذب؟ أقدر أقول أنا ما عمري في حياتي وقفت مكان وأدعي الكمال في حد شاف حاجة، بس أنا أعترف، ما عندي مشكلة. يا ريت كل الناس نفسي، أنا وحدة أخطئ، انا واحدة اشوف، انا واحدة اتابع، في ناس ما تشوف ولا ناس تطلع تقول انا ما شفت، ما تابعت، ما هذا، واو، مراقبة، خلط قماشة، شاشات هيك، بس انا مو مسوية، انا يعني انا كبير، مشكلة في دلال، يعني في اشياء انا وحدة اعترف. انا في مرة وقفت، اتذكر والله العظيم اعتقد 2015، يا 15 يا 16، مرة وقفت في موقف ذوي الاحتياج، يعني بالنص بين يعني الموقف اللي المفروض حق الانسان العادي، وماخذه شوية من او نص الموقف مال ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية الجابرية الكبيرة. فخالفني رجل الأمن، رجل المرور، وعرفني، قال لي استاذ أنا بخالفك. قلت له حق شنو؟ قال لي أنت ماخذة نص، بعد ما مو ماخذته كامل، ماخذته نص، قال القانون نص، نص ربع، نفس 1%، هذول ذوي الاحتياجات الخاصة. قال لي استاذة انت الله معطيك الصحة والعافية وقادرة تمشين وما شنو، يعني شوف ايش كثر الفاضي. صدق عديت يعني لاين، لاينين، ثلاثة، أربعة، خمس لاينات جمعية الجابرية فاضيين، بس أربع، قال لي بس هذول الأربعة حق ذوي الاحتياجات الخاصة. زين، يعني خذيتي موقفهم، اخذي إعاقتهم بعد. يعني معقولة صاحي مو قادر يمشي مترين، اللي ما في شيء قادرة انت تمشين، والمعاق قاعد ينطر، بكيت مرة، قلت له ما في احد، نفس حكي بالضبط، نفس حكي هنادي، قلت له بس ما في حد، قال واذا ملزوم ينطرج لما انت تين تحركين، مرة كبيرة ملزومة انها تنطرج، معاق مقعد على ما ينزلوا له الكرسي، وهذا هذا بروحه شغل، انت مرة تنزلين ترفسين باب السيارة وتنزلين، قادرة تركضين لداخل، هذا ما يقدر، هذا
هذا لازم احد ينزله ويحتاج الى وسع، وانت والله انحرجت لك، والله خالفني انا راضي، والله العظيم اقسم بالله الله يحاسبني عليه يوم ما القاه، وانا ماني ملزومه. المره الاخيره هي اولى واخيره، ما وقفت اروح حتى لو الساعه 3 الفجر اروح الجمعيه، ما كله فاضي، ما وقف صدق، ما وقف صدق، اوقف القباله بس. فهنادي يعني تعاملها مع رجل الامن ما كان بالشكل اللائق، هو مبين انه هو عرفها. في ناس قاعد تداول بالسوشيال ميديا تقول هو ما عرفها، لا مبين انه عرفها ماشي، والدليل انه تساهل معاها وقال لها حرك السياره، ترى يقدر يخالف، مو ملزوم، مخالفه غير مباشره، مو مش حيوقف اساسا، يقدر ما يتكلم معك او مع اي احد، هذا رجل امن، رجل دوله ينفذ قانون دوله سوته، هو مو قاعد يعني مو قاعد يطبق قانونه، هو كبني ادم قاعد يطبق قانون دوله، في قانون حق المرور، انتم الحين لما تاخذون رخصه الليسن مال السياره كسياقه او كدفتر محطوط القواعد انك تلتزم قانون المرور، قانون المرور منع الوقوف لذوي الاحتياجات الخاصة، بس اللي عندهم احتياجات خاصة تلاقي عندهم محطوط على السيارة لما توقف مكانه محطوط عليهم بلاستر كذي ينحط علقام، فما يخالفهم، هاي من الشؤون. فيعني الفيديو مو حلو، أول شيء يعني أنا تمنيت يعني أنت هنادي قدوة، خصوصا انك تنزلين مسرح اطفال، فهناك كثير من البنات يعتبرونك قدوه باللوك وبال يعني وبالشكل ومن خلال ادوارك ياخذونك قدوه و و و و لما يشوفونك انت ماكو شيء، يعني حتى الرد مو حلو، ما لي خلق احركها، ليش ما لي خلق؟ اشوف ايش نزلتي حركتيها ولا خالفتش ولا سوالك شيء، لكن لما تقولين تتهمينه ما عنده أسلوب وش نسوي، وكل واحد يربي نفسه ببيته، إنزين يعني إنزين بسأل سؤال، كل هذا عشان قالش حركة السيارة توقف ممنوع، أنت مخالف القانون؟ ترى لولا انهم هنادي بوظه بالمنطق بالعقل، ترى لولا ان الحين قاعد يعيدون مره ثانيه اعاده تقييم القانون مال سحب السياره شهرين، ترى كان نزلك من السياره وسحبها بالقانون، قانون البلد، وخلاص تروحين انت تردين البيت انت ومحمد الحداد بتاكسي، هاي قانون البيت، وتنحجز سيارته شهرين. هذا رجل امن، رجل دوله، الكلام لازم يكون عندنا بحساب، لا ان يعني ايش هالاسلوب، ما عنده اسلوب، يعني ايش تبينا يقول لك؟ رياق قاعد يقول لك لو سمحتي شنو المطلوب؟ يقول لك عادي مكان مكانك حياك الله، لو تقدرين تكفين بالعرض مثلا، يعني هني كسر عنده اسلوب، انسان المفروض هنادي يعترف بخطأ، اي انا اخطات وقفت مكان ممنوع الوقوف، وهذا دوله هي اللي حاطه قانونه، يا لهوي طاح السماعه، زين مو مشكله، فهذا قانون بلد وما قالت شيء، شنو يعني كلمة تحنشين؟ لا هي سبة لا هي قذف، يعني قاعد تعاندين معاي، هذا معناه ما سبك، لا هو سب لا هو قذف لا هو، تدرين لو قاذفك انا اقول لك روحي تفتيش اشتكي عليه،
انا لو سامع، والله العظيم انا لو سامع الرجال، انا ما ادري هو منو اساسا ولا اسمه، هي اكيد يمكن ركزت عليه ما ركزت، لانه دائما يطلع الاسم ورتبه أو اذا هو يعني انا حس، انا والله العظيم لو سامعه من الرجل كلمه مو صح وش اشتكي عليه بالتفتيش. كل واحد يتعرض الى اساءه من قبل رجل داخليه يقدر يلجا لاداره التفتيش في وزاره الداخليه، بس انا الرجل ما سمعت منه شيء من هالنوع، فمو حلو. انا اخطأت، اوكي شو المشكلة، والله الناس تحبك اكثر تصير هنادي، خير خير الانسان. انسان وايد صعب ان الانسان يعترف بخطأه. اي انا اخطأت وقفت مكان مو انا، زوجي اخطأ في مكان وقفت مكان المعاقين، يعني كافي والله العظيم كافي المعاق، يعني كافي الدنيا جت عليه. انا بسالك سؤال هنادي، لان انت اللي ظهرتي بالفيديو، انا ما شفت محمد، محمد يعني تالي ركب و... والله لو يعني ما شفت الكلام كان عليك، وثاني شيء سكر اللايف، يعني مشكله شخصيه في القياده، سكر اللايف عشان بعدين انت تحاسبين الناس تقولون والله ليش انشروا او ما شنو، مو انت ناشره. زين الفيديو وين نزل؟ والله باللايف مالي. زين اوكي، يعني انت ناشره برضك؟ يعني انا تصير لي عندي مشكله محدده بالشارع اوقفه، مو لازم اصور سواء صافطه ولا، يعني انا بسال سؤال. انت بتقولي ما اذا جاي معاق بحركها، والله ما خلق احركها. زين بسال سؤال، زين بسالك سؤال، شوفي هو طبعا اختيار من عند رب العالمين، هذا ما احنا مو بدينا نختار هنادي، يعني لو الله كان يبي يختبرك حال ما اختبر عيال خلق الله، وعندك ولد او بنت الله لا يكتبها لا عليك ولا على امة المسلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لان هذا مو قرارنا، هذا قرار رب العالمين، او عندك ام او اخت كبيرة عند ما تقدر تمشي الا بويلتشير، ولقيتي واحد سليم ما في شيء قاعد ماخذ مكان ذوي الاحتياجات الخاصة، وانت مو لاقية مكان تصفطين، تزعين ولا ما تزعين؟ تضايقين ولا ما تضايقين؟ تدقين على النجدة ولا ما تدقين؟ انه تعال خالفه حقي ماخذ مكاني، هذا ما في شيء، انا ما له خلق يمشي مترين، انا اقعد انطره وانا عندي معاي احد في السياره عنده اعاقه، بالمنطق ما نقول شيء، حدث العاقل بما يعقل. يعني اتمنى تراجعين نفسك، ترى عندك جمهور من ذوي الاحتياجات الخاصه، حرام تخسرينهم، في ناس دشلك مسرح يحبونك يا هال، بس الله الله ممتحنهم بالدنيا وممتحن اهاليهم، ماجورين ان شاء الله. حطوا الفيديو مال هنادي الكندري مع الشرطي. الاحرار شنو دورية بعد لا تخالفنا، وينك يا محمد؟ يلا واي ما خلق احرك السيارة، لحظة لحظة نطروا دقيقة نطروا دقيقة واكلمكم. نعم انا مرته. انزين انزين، بس هو الحين بي يعني ليش اروح احرك السيارة؟ اي لانه يبي يحول فلوس، اكيد زحمه. اي بس انا مو صفطتها نفس هذيل اللي قدامي. هذه كلها اصلا هذه حق اولويه حق المعاقين.
إذا أوكي بس أنا بالسيارة إذا يوم معاك راح أوخر. أنا معاك. أنا معاك أدري. حنشيل معاي إني بودي. لا ما حنك معاك محشوم والله ما حنك معاك. بس أقصد يعني إذا بروح لهناك شوف الزحمة الشارع الثاني. أخذ السيارة. أخذ فرح أنا يخلص من. إذا خل أدق عليه إذا يام. فهمني يا قال لي إن مرتاح تحس كيف تحس هذا أنا فهم لا شو تيجي توجي. لا تيجي ما خلي توجي. محمد الله يخليك تعال لان انا مالي خلق مالي خلق اعور راسي لان انا اول مره اشوف احد يعني شرطي يتكلم بهالطريقه ما ادري المصطلحات يحنش تحنشينها معي اول مره اسمع كلمه تحنشينها ما ادري امبي وايد عيب اوفر عيب انا كاني قسم بالله ان اسلوب ما في اسلوب ما في يعني ايش تسوى عليك ان انا كلمتك وتميت تتبلعم ايش تسوى عليك يا جماعه سولفوا عدل يعني ايش تسوى عليك لا توقف يم شخص انت ما تدري شنو راح يرد عليك يمكن يرد عليك شيء باسلوب جدا راقي ويدقرك للأسف شنعلم كل واحد يربي نفسه ببيته ويطلع والله يقول لي الحين تبي تحنشينها معاي شلون تقول لي تبي تحنشينها معاي قاعد تكلم انت واحد ولا قاعد تكلم بني ولا قاعد تكلم صبي الحين تبي تحنشينها معاي عيب ما تنجان هالكلمة غلط هذا حزن اوكي ما يعرف يسالف ترى ما يسالف تمثل دولة بالضبط شنو سبه يقول لي الحين شو تبي تحنشينها معاي شنو انا صبي عشان احط راسي براسك عيب تحنشينها شنو تحنشينها انا شكو وانت حطهم بالجنطه اقول شوف كثرينها اي انا شكو ما كسر المكان ذاك اليوم لما بطلنا البار كانوا يطيحون لان اغراضك كلهم مقططه يمين يسار باي زحمان ما توقعت كذي طالع الساعة كم إن شاء الله نلحق سنتين المطار حيني الله الحال ان شاء الله حق الجميع حتى حقي انزين